أكيد جبهة عنده جبهة وقوي وهو طبعا يشكل مع تياس بالأول موسم وطبعا مع دخول تياغو يعني هم مشاكسين مشاغبين ومهاريين هو مع تياغو طبعا هو يتميز انه يروح بسرعة يوصل الجول لكن نعم. يضيع فرص كثيرة يضيع يعني في التركيز في الرمق الأخير طبعا نعم. يروح عنه التركيز عرف بس انه يوصل أسرع من أسرع مشاكس نفر لعيب يوصلون نعم. الجول بسرعة المرمى نعم. يعني في يقول لك في لاعب يوصل جول بسرعه لكن لما يسجل وايد ما يسجل بعد هاي ميزه لما يوصل جول معناته يوصل حتى ربعه نعم فهذه ميزته لكن يعني اعتقد انها صفقه مطالب من مثلا تياغو وعبد الغادر يتقربون يعني يخدمون في عمليه انه هو ياخذون اماكن يتمركزون معاه بشكل جيد اكيد لاعب سريع يترك يعني يسوي لك مساحات وتقدر انك بسهوله انك تستغل المساحات او الفراغات اللي يسويها ايه هم لعيبة سريعين عنده وساعدونا تياغو يساعدنا نعم. وايد في هذا الموسم طبعا بالجري كثير